لك المرأة بتمشي الحج، ولما تمشي الحج بتكشف عن وجهها. يقول لك إذا كان النقاب تغطية الوجه واجبة، ليه المرأة بتكشف وجهها في الحج؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه. ليه؟ لأن كشفه في الحج وكشف الوجه بالنسبة للمرأة وهي محرمة واجب، واجب تكشف وجهها. قال: وكشف الوجه بالنسبة للمرأة في الإحرام دليل على أنه في غير الإحرام لا تكشف وجهها، لأن الاستثناء لا يكون إلا من أصل، فالأصل التغطية والاستثناء هناك عند الإحرام، وهذا دليل على التغطية. بل إذا كانت المرأة محرمة في الحج ومر بها الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها، لما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بنا الركبان الرجال سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. شوف المرأة محرمة بتغطي وجهها، إذا مر بها الرجال لو فاتوا من جنبها بتكشف وجهها، لأن كشف الوجه في الإحرام واجب. قال العلماء: هنا تعارض واجبين، واجب كشف الوجه في الإحرام، وواجب تغطية الوجه للمرأة أمام الرجال، فقدم تغطية الوجه أو قدمت تغطية الوجه الواجبة على كشف الوجه الواجب في الإحرام، وهذا دليل على أن النقاب واجب. طيب في ناس قالوا اتفقنا إنه واجب، لكن على أمهات المؤمنين، وهذه المسألة متفق عليها بالمناسبة، ما في عالم من العلماء خالف في كون تغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين، ما في عالم خالف فيها أصلا. طيب قلنا لو قلتم بأن تغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين فنقول هي واجبة على جميع نساء المؤمنين. كيف؟ لأن الآية التي أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الوجه هي نفس الآية التي أمرت بقية النساء بتغطية الوجه، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية واحدة والخطاب واحد، لكن تناول الخطاب أمهات المؤمنين باعتبار أنهن القدوة ولشرفهن ولمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.